السؤال رقم 5. علي throws a ball straight up to Omar, who is standing on a balcony 3.8 meter above Ali. إذن علي يبعث الكرة إلى الأعلى وعمر فوق علي بمسافة 3.8 متر. إذن هذا علو عمر بالنسبة لعلي. إذن عمر في الأعلى. When عمر catches the ball, في هنا خطأ. إذن catches the ball, it is still moving upward at a speed of 2.8 meter per second. إذن عندما الكرة توصل إلى عمر مازالها إذن تتحرك. أوكي؟ لم تتوقف بتلقاء نفسها. أوكي؟ إذن عمر مسكها ولكن كان عندها سرعة. إذن سرعة الوصول عند عمر كانت 2.8 متر بالثانية إلى الأعلى وهو بالطبع مسكها. أوكي؟ With what initial speed did Ali throw the ball؟ إذن مطلوب في هذا التمرين السرعة البدائية, يعني سرعة الرمي في البداية. إذن حركة سقوط حر free fall with g equal minus 9.8 meter per second square. لهنا لدينا محور y, مكان عالي إذن سوف يكون الريفرنس, يعني y not يساوي صفر, وعمر إذن فوقه بارتفاع h اللي هو 3.8 متر وسرعة الرمي البدائية يعني v not هنا وسرعة الوصول عند عمر هي هذه. أوكي, إذا سرعة الوصول نعرف قيمتها v يساوي 2.8 والهدف من التمرين أن نلقاو v not. إذا نستعمل المعادلة الإضافية v تربيع ناقص v not تربيع يساوي 2 مضروب g, وg بالطبع هو سالب 9.8 ما ننساش, مضروب دلتا y. دلتا y وش هو؟ هو الفاينل y h ناقص y not صفر. إذا دلتا y يساوي صفر, عفوا يساوي h الارتفاع. نستخرج من المعادلة إذن المطلوب V not تربيع يساوي V تربيع سالب أو ناقص 2GH, التطبيق العددي أمامنا ونتحصل إذن على 9.1 متر على الثانية سرعة الرمي. الآن بطبع نسأل عندما وصلت الكرة إلى عمر كان ما زال عندها سرعة, ممكن أيضا نحسب متى عفوا ما هي المسافة أو الارتفاع الماكس عندما السرعة توصل إلى صفر وتعكس الاتجاه يعني تبدأ تسقط. إذن عمر is not at the maximum height h max for which v equals 0. وإذا وضعنا الآن إذا استعملنا نفس المعادلة وأردنا إذن الارتفاع الماكس ليكون حتما أكبر من 3.8 متر, سنتوقع أنه يكون أكبر من 3.8 متر, إذن نوضع نفس المعادلة والآن v تربيع يساوي صفر. إذن يبقى لي إذن نيجاتيف V نوت تربيع يساوي 2G مضروب H max, وأستخرج H max من المعادلة والتطبيق العددي. إذن V نوت بالطبع حسبتها الآن نتحصل على H max يساوي تقريبا 4.2 متر. إذن بدينا من الصفر وعندما وصلنا إلى علو 3.8 متر كانت السرعة قيمتها 2.8 متر. وإذا خلينا الكرة تمر, لو عمر ما مسكش الكرة, الكرة تزيد إذا تصعد الفوق إلى غاية 4.2 متر وبعد ذلك تعكس الاتجاه وتبدأ تنزل.